السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا. اليوم جبت لكم واحد الطريقه في الكريب اللي كتكون سهله وزوينه، والكريب كيجي خفيف 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 بالنسبه للبنات اللي طلبوا عليا في الخاص. قالوا لي ديري معنا ديري لينا شي كريب يكون زويون، وانا جبت لكم الكريب زوين البنات. غير تبعوا الطريقه والمقادير حتى الاخر ان شاء الله. درت هنايا جوج ديال البيضات، غندير شويه ديال الزيت، غير شويه، واحد المعلقه ديال الزيت، وغنحرك. هنا جوج بيضات، معلقه ديال الزيت، نخلطهم مزيان. عندي الفاني، وعندي شويه ديال سنيده، وعندي نص سيترو ديال الحليب. هذا هو القوام ديال الكريب. زيد الفاني، ندير شويه ديال السنيده، وفيه شويه الملحه، حيت الملحه لما كنقول لكم ديما الملحه كتكون زوينه في اي وصفه درتو، ضروري ترشوا ديك رشيشه الملحه. كطربوا هذا مزيان، كديروا الحليب، وكتزيدوا الخرز. السيترو ديال الحليب، نزيد البنات الفرص. ديروا الفرص شويه بشويه باش ما يجيكم ثاني الكريب ديالكم ثقيل، يجي الكريب خفيف، يجي خفيف ويجي زوين. بغيتو ديروه في مولينيكس، خلطوه هكا وخويا في مولينيكس وطحنوا. انا يا البنات ما كنديرش الخميره الحلوه، ما كنديرهاش. الكريب كيجيني زوين ورطب وخاوي من الوسط، صافي كيكون المنفوق وزوين، ما نحتاج الخميره. بغيتو ديروا القشره ديال الحامات ولا القشره تاع الليمون راه غادي ديروه، ولا فاني تاع النسمه تاع الليمون. القوام ديال الكريب صافي، صافي يا البنات. هاهو نجبد البنات واحد المعلقه باش نوريكم كيفاش. قلت لختو ليا كي دايره، خاص البنات يجيكم بحال هكا، يجي بحال هكا، ما يجي ثقيل ما يجي خفيف. صافي، ها هو يا البنات الكريب ديالي طيبته، وطيبوه عادي وتبداو تقلبوه حتى يبان لكم تحمر. صافي، ودهنوه بشويه ديال النوتيلا وطويوه بحال هكا، ولا ديروه بحال شكل سيجاره كيجي زوين. انا درت فوق منه هاد بيبي الشوكولات وهاد الكونكاسي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوني من لي لايك ديالكم والتشجيعات ديالكم، ونقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.